في هذا المشغل الصغير تضع امتياز أبو عواد اللمسات الأخيرة على هذا الثوب الفلسطيني التقليدي المطرز بالحرير الأحمر، ولكن الشكل النهائي له سيكون هكذا أو هكذا. فهذه التصاميم العصرية التي تحتوي قطع من المطرزات التقليدية ما هي إلا نتاج المصممة الفلسطينية امتياز أبو عواد. بحب دائما بما أنه شغلي تراث وبهتم في التراث، حبيت أربط الشغل مع الأرض. بهذا الجهد المضني الذي تنضيه امتياز أبو عواد في مشغلها، حصدت من خلاله على المرتبة الأولى في مسابقة الإبداع والمشاريع النسوية التي نظمتها وزارة الاقتصاد الفلسطيني من بين 130 مشروعا. لكن مشوارها لقطف هذا النجاح لم يكن سهلا، فبالرغم من امتلاكها لمهارات عالية وخبرة بارعة في التصميم، إلا أنها واجهت العديد من الصعوبات، كان من بينها عدم توفر الأقمشة والإكسسوارات التي تحتاجها في إتمام تصاميمها على أكمل وجه. السوق عندنا في فلسطين سوق محصور، وتحديدا في رام الله السوق عندنا محصور، بنحتاج لخامات ولأقمشة مش موجودة عندنا، بضطر أنزل على الخليل أجيبها من الخليل، وكثير بضاعة بجيبها من الخليل. بس برضه رغم هيك سوق الخليل يفتقر، السوق بشكل عام بالضفة الغربية يفتقر. كما أنها تعمل على تصميم ملابس للأطفال بالإضافة لتطريز التراث الفلسطيني على الإكسسوارات.